طبعا تمرينات الرياضيه زي ما انتم عارفين مهمه جدا على المستويين في الحقيقه، المستوى البدني ان هي كمان بتعمل شيبنج او بتعمل شكل للجسم، وكمان المستوى النفسي ان هي بترفع طبعا الروح المعنويه جدا، بتحسن مودنا. هنسيبكم دلوقتي مع سامي علوبه ونتفرج على بعض التمرينات الرياضيه ونحاول كده واحنا بنتفرج نعمل التمرينات معاها. صباح الورد على الساده المشاهدين، النهارده هنكمل معاكم تقنيات جديده في فنون الدفاع عن النفس من ستايل ايكي جوجيتسو اللي هي الستايل الياباني اللي احنا اتكلمنا عنه، وهنشوف النهارده بعض التقنيات الجديده اللي ممكن تساعدنا ان احنا ازاي ندافع عن نفسنا لو تعرضنا لاي موقف ما في الشارع. اتفضل. دلوقتي حد داخل بيضربني بالسكينه ضربه جانبيه على الرقبه، والمفروض ان انا هاخد سايد ستيب بالشكل ده وانا بمسك ايده وبضرب قلبه في الدماغ او في الفك مع تيك داون بالشكل ده، وهعمل السبمشن ده على الارض. اوكي، دلوقتي هنبدأ نشرح من تقنية حد داخل بيضربنا بالنصل في الاتجاه ده. أهم حاجة وأنا بتعرض لموقف زي ده، اتفضل، لازم أبعد جسمي كله عن اتجاه النصل، بمعنى لازم أبعد بجسمي كله ناحية اتجاه النصل علشان أقدر أتغلب على التقنية دي أو الوضع ده. جميل. حد داخل بيعترضنا بضربة سكينة في منطقة البطن، هو داخل بيضرب بالشكل ده، لازم أنا أخد الخطوة الجانبية دي عشان أبعد عن النصل الموجه لبطني، وببدأ أقفل إيدي بالشكل ده وأضرب في منطقة الخلايا العصبية اللي موجودة في ظهر اليد في المكان ده تحديدا، دي النقطة المسؤولة عن الانقباض والانبساط في حركة الإيد. فبمجرد إن أنا ضربت الضربة دي لازم النصل يقع من ايده وغير وضع جسمي وانا داخل برمي بالشكل ده عشان يطرح ارضا واقدر اسيطر عليه. نشكركم مشاهدينا ونتمنى تكونوا استفدتم مننا النهارده في التقنيات اللي احنا قدمناها.